Close your eyes. Open your heart. Sense the message from the sky. Touch a palm that meets the fingertips. The Holy Al-Quran, Chapter 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا
في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่จบลงไปนั้นนะคะมาจากซูเราะห์ยูนูสอายะที่57ถึง67ค่ะโดยมอลานาอิสลาบุสกอนผู้พิการทางสายตานะคะที่ริเริ่มโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเฉพาะสำหรับผู้พิการทางสายตาถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ Ladies and gentlemen, the recitation of the Holy Al-Quran by Maulana Isla Busakon is considered a first as it was written in Braille. And the section from the Al-Quran was Yunus Ayah 57 to 62.